مرحبا، نكمل لعبة ستيلاريس ونحاول كمان بنفس الوقت نتعلمها. طبعا هاي الحلقة 2 وبالأول مثل ما بلشنا نبلش إمبراطورية التواكس ونشوف التنين تبعنا شو هيعمل واكس. طيب التنين الفضائي هلا هون احنا عم نبعث الكونستراكتور هاد لحتى يعمل بيس هون. حنعمله هون هاي هيك مثل ما عملنا رايت كليك وكليك، وبعدين هاد الساينس شيب حيجي لهون. طب هلا نحن شوي شوي بطيء الموضوع، فنحن حنبلش نعمل اشياء اكثر شوي، اللي هو حنطلع ساينس شيب جديد. طبعا هلا عم نبني الكولوني شيب اللي حنبعته لهون، كولوني شيب اللي هي الاستيطان مشان نستوطن هذا الكوكب، وحنعمل ساينس شيب ثاني مشان نبعتها استكشف هاي الاماكن اللي هون. للاسف للاسف هذول ثلاث نجوم ما فيهم كواكب. طيب اجانا يونيتي، خلينا نقوي شوي ال ال التقاليد تبعنا. طبعا احنا اخذنا الدومينيشن، حنجي نعمل مثلا تعرف شو، خلينا نعمل هاي construction complete. Enforcers also provide unity. حلو، هيعطونا لانه نحن دولة قمعية anyway، سنقمع الالينز اكتر شيء. حلو، هلا هون هذا هون دان، هنعمل build mining station. اوكي governor بلا بلا بلا. طيب صار well earned trait as a crime fighter. حلو، فهذا حينزل الكرايم، حينزل ال هذا الكرايم. الكرايم طبعا بيخلي في فساد، فبيضيع شوي من الريسورسز اللي عم تنتج بالكوكب. الناس شوي زعلانه، فبدنا نلاقي طريقه نبسطهم. على الاغلب رح نبني لهم شيء اسمه هولو ثياتر هون، اللي هو مثل يعني ملعب من الاخر بس هولوجرام. طب حنحط ساينتست هون، ما عندنا غير 4، فبدنا نشتري واحد جديد. ما معنا شو يونيتي، حق يونيتي هذول. فاليونيتي يا اما بتشتري ليدر، بس اذا اشتريت ليدر التطور حيقل. اوكي بدك تحسب حسابك على الشغل، خلينا ننتظر لحتى يصير عندنا 150 وبعدين بنرجع، لانه هذا الساينس شيب ما حتشتغل بلا ليدر، ما حتستفيد شيء. فيك تمشيها بس بعدين ما فيك تعمل فيها شيء، ما حيستكشف اماكن جديده، ما حيعمل سيرفي، ما حيعمل شيء. طيب كمان لحتى نعمل الاركيولوجي هون بدنا كمان ساينتست ساينس شيب. طبعا بس عم لفلهم لحتى يصيروا اسرع. طبعا بالاول خليهم يستكشفوا. حلو، هلا نزل هذا، نزل هون. هلا بدك تنتظر لهذا يتعبى لحتى تبلش تبني على هذا الكوكب. تمام اوكي، هلا هون هنعمل ريكروت ونختار واحد. هلا هاي هي الابيليتيز تبعه، بما انه ساينتست فيني اخذ واحد من هدول الاثنين اللي هن عمرهم صغير، يعني بيعيشوا اكثر، هذه معناها عمره صغير. بس حيعطيني هذا الريسيرش، ريسيرش بيس اور ماتيريال بلس 15، بس امتى؟ لما يكون عم يعمل ريسيرش لانجينيرنج، بتعرفوا صفحه الريسيرش، فممكن اخذ هذا احطه هنيك. هاد سيرفي سبيد 25%، بس عمره 47 سنه. بتعرفوا شو، مو مشكله، يلا 47 47. من هون لوقتها بيكون معنا مصاري اكثر. نعمل سيرفي هون او لفوق، روح. لا ليش هون 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 سيرفي هون، نعمل سيرفي لهي مشان نتوسع هيك، مشان نتوسع لقدام كمان. حلو، نعمل فاستست، نمشي اللعبة اسرع شوي. بدنا نقوي الاسطول تبعنا، الاسطول تبعنا شوي صغير. طيب استراتيجيك ريسورسز ديسكفر، لقينا شيء اسمه زرو. construction complete. هاي مادة فيك تستعملها، طبعا فيك تشوفها من هون. الزرو هون extremely rare. لا لا it has been. اوكي هذا بيستعمله بالسيانكس اللي هي التخاطر، ممكن لقدام شغلة بعيدة كتير. فيك تحول الامبراطورية تبعك لتحكي بالتخاطر وهيك. System survey complete. خلصنا السيرفي هون، حنجي تعرف شو، هاد حجيبه لهون، قل له اعمل ريسيرش اول ذا انوماليز. فهون عندنا كذا انومالي محطوطين ومجمعين وما حدا عم يعملهم، حقول له اعملهم وخلص لي اياهم، بما انه ليفلك صار عالي يعني. طيب هذا هون راح اقول له تعا ابني لي انومالي ستار بيس. ساينز اوف باتلز، لا ليف ات فور ناو، مو هلا، انتظر شوي لحتى ليفلك يطلع شوي عشان تخلص اسرع. طبعا كل ما ليفله اعلى كل ما بيخلص الاستكشافات هي اسرع والنتيجه احسن.
مرات النتيجة ممكن تكون ولا شيء. هذا خلصنا منه سيرفي ما في شيء. في 5 انرجي اللي هو نوت باد يعني مو شيء سيء بس ممكن يكون احسن. كونستراكشن في كوكب هون شو هاد ارد حلو نسينا نحذف فينا نحط مستوطن. طيب انوملي ديسكفري تشانس زاركس في واحد اسمه زاركس هون هذول كلهم عم يلفلوا هذول تبعون حلو التنين التنين اللي عايش عندنا بالكوكب اظن لا مو التنين هذا هذا قصه عم يقول لك floating in the outskirts of the platform suggests it was chewed up اوكي في شيء اكل السفينه في سفينه لقيناها واجا شيء واكلها حلو اعطاني 404 سوسايتي واعطاني اعطاني كوميونيكيشن مع ايليينز هلا صار في امبراطوريه جديده هدول الاطيب شيء بالعالم اللي هن هدول اصحاب السفينه اللي انأكلت طيب شو بدنا نحكي معهم ممكن نقول نحن هلو فيلو ستار اكسبلورز اوكي ممكن نصير اصحاب او تعرفوا شو انتم من اعدائنا اوكي هلا شو بنستفيد اذا عملنا هاي حيصير حيصيروا يحبونا اكثر ماشي اذا عملنا هاي حيصير صعب عليهم يحطوا عنا جواسيس اذا عملنا هاي حيصير سهل علينا نحط جواسيس بس حيكرهونا فهذا هو الشيء اللي ممكن نعمله طيب هلا هنن وين هنن هون بعاد شوي فما كتير يعني لي مصلح كتير اعمل معهم مشاكل تعرف شو راح اعمل هاي انتم من الاعداء وراح ابعت عندهم جواسيس هلا وهن سكروا البوردر تبعهم طيب خلينا نشوف شلون الاشياء هي بتصير فيك تيجي تحكي معهم طبعا شو بتعرف هون بتعرف اللي هي الامبراطوريه تبعهم شو هي اكزيكتيف كوميتي على الاغلب هدول اوكي مثل الشركه عندهم شركه يعني الدوله تبعهم عباره عن شركه ومداره من الشركات على الاغلب بس ماني متاكد المهم اوثوريتيريان وفناتيك ماتيريالست بيحبوا الفلوس وبيحبوا القمع كويس كثير منيح وراح اللي حاعمله هو حاجي على الاسبيوناج وراح اقول له روح عندك هدول اللي هن الانفويس مثل الدبلوماسيين رح ابعت واحد هون وقول له بلش اعمل اسبيناج عليه بدي اياك تجيب لي معلومات عنه هذا الشيء حياخذ وقت اتركه يشتغل لحاله بكيفه وحتعرف كم شغله هون طبعا بتعرف بما انه ما عندنا معلومات فهي الصفحه ما فيها كتير اشياء قديش عندهم حجم الامبراطوريه كم زلمه عندهم هي الاشياء كلياتها موجوده هون بس ما حنعرف منها شيء اصلا فما حنستفيد طبعا هون فيك تيجي تقول له ديكلير وور هارم سبه قال له تعال خلينا نعمل تريد بتصير بتعطيه موارد بتاخذ منه موارد بتعطيه موارد هاي الاشياء كلياتها موجوده هون فيك تقول له تعال خليك الدوله تبعك خليها تحتي وبتصير تعطيني مصاري يعني هاي الاشياء طبعا لا خلينا نحن هلا عم نعمل سباينج حتى نجيب معلومات عنهم اكثر هنجي هون نعمل مايننج ستيشن لحتى نطلع الانرجي اللي محطوطه هون على الفاضي ما حدا عم ياخذها حلو هلا هون شغالين تمام وهذا هون شغال عم يعمل انومالي ريسيرش ممتاز طيب خلينا نجي هون نبني شغله اللي هي الهولو ثياتر لحتى شوي هن زعلانين فلما يكونوا زعلانين ما بقى يشتغلوا مثل العالم وكل ما كزعت زاد زعلهم كل ما زادت المشاكل لدرجه انه ممكن يعملوا قصص كمان هون بس 57% الناس مبسوطة فلا خلينا نعمل لهم شوية ترفيه. Construction complete. هنيجي هون نعمل build the star base. نوسع الامبراطورية لهون. حلو. هون لقينا mysterious ruins. لقينا مكان في مستعمرة بس هي متروكة ما في أحد فحيصير عندنا archaeology site بهذا المكان. كيرلس بوينت المشن واز فيلير ساينس اليجدلي توك مانيوال كنترول اوف ذا بروب با با طيب حلو هل نعاقبه ولا لا
هو على الساينس اوفيسر هاد اللي هو العالم خرب ال خرب ال شو اسمه التجربة، فكسر المكان اللي كان عم يفحصه. حلو completely the crew is careful to note that the experience left somewhat shaken. فهو شوية هذا. طيب هل نقول له انت متخلف وعاغبي ماشي، ولا نقول له بتعرف شو معلش مسامح وهكذا؟ اذا قلنا له مسامح حيصير عنده شغلة كويسة، او اذا قلنا له لا انت غبي، لا نحن we find such careless and unacceptable، هذا الشيء مرفوض. هو عادة لما تعمل هيك شيء مع انه الشغلة الثانية مو منيحة، على الاغلب حيكون في إلها شيء كويس بعدين، على الاغلب بس مو شرط. فنحن حنقوله لا حيتعاقب، وهذا حيخليه شوي حيصير عنده هذا اللي هو يمتنح 25%، حيصير اضعف. طيب living metal لقينا شيء هو اللي هو مثل living metal اللي هو معادن حية، شو يعني حنعرف بعدين. في علوم حتجيب لنا اياها. معادن حية يعني عايش. حلو نجي هون تعرف شو، خلينا نعمل ريسيرش لهي الانومالي مشان نخلص من هذا المكان ونصبح. حنعمل هاي حتزيد الوركر اوتبوت باي 5%، كله حيزيد المفروض 5% الشغل تبع الناس، فشوي حتزيد. هلا بالبدايه ال 5% ولا شيء، بس مع الوقت لما تصير تنتج 100 200 300 حيصير تفرق معك. اوكي اوكي كلنا عم نشرب الشايات. Scientific breakthrough achieved. Grand Slam Sum of Unity monthly unity plus 5% unlock failure feature. اوكي صار عندنا هلا شويه يونيتي زياده، هنعمل نيو ريسيرش وناخذ وحده. هي بلوكر، هي حتشيل بلوكر من بعض الاماكن، يعني هتلاقي كوكب عليه هذا الشيء، لحتى تشيله لازم يكون عندك العلم لحتى تشيله باختصار هيك. فاين ايه خلينا نعمله مشان نتوسع. هون عم يقول لك انه ناقص 100. اوكي هذا شوي بارانويد، عنده مشاكل نفسيه هذا، حتى ليكو عم ياخر الريسيرش عن العاده. ليكو هذا زائد 9% زائد 9%، هذا ناقص 1%. ممكن نخلص منه بس تعرف شو وات ايفر، هلا مو مشكله يعني. ما وي هاف استابليشد ا نيو بلانيتري بيس. حلو صار عنا كوكب جديد حنبلش اشتغل عليه. طيب حنبلش بشو؟ هذا الكوكب ما في شيء سبيشل، فلا خلينا نبني مساكن، وخلينا هون ننتصر شوي لحتى يصير عنا شوية، أو لا نشتري شوية مينرالز لحتى نبلش نشتغل صح. حيلزمنا فينا نعمل يونيتي، أو فينا نعمل هولو ثياتر. خلينا نبلش ولا نعمل تريد؟ لا حنعمل هاي، هذا أقل شيء عندي، فخلينا نزيله. اوكي نيكست اللي هو الكونسيومر جودز. كونستراكشن كومبليت. يا سلام مصب دائما. اوكي هذا هون عم يعمل الريسيرش تبعه، ليكو شلون بطيء لانه شو بياخذ وقت كثير، بس مو مشكله يعني اوريدي اكتشفنا اشياء كثيره فمعنا وقت المفروض ان شاء الله. Scientific breakthrough achieved. حلو شو اكتشفنا؟ اكتشفنا اللي هو السيرم وميتال ارمر، صار فينا نعمل ابجريد للشيبس. حتلاقي انه هون في سهم جنب الشيبس تبعونك، هاي معناته انه هدول صار فيك تعمل له ابجريد. هلا تشوف شو فيني اعمل، بس خلينا نعمل ريسيرش جديد. راح اختار هاي ارمي دامج ومينرلز فروم جوبز، خلينا نطلع شويه مينرلز اكثر. ليكو بس 13 راح يلزمونا، وهي حتفتح لنا شيء جديد حورجيكم اياه بعد شوي. طيب هذا حيعمل له ابجريد، بس تجي تكبس عليه. طبعا هون فيك تحط ادميرال مشان يقود السفن هدول، راح اكبس هذا الزر شايفينه، هذا حيعمل ابجريد. شو حيصير؟ حيروحوا على اقرب ستار بيس اللي هن واقفين عنده اصلا، وحيعملوا ابجريد، حيركبوا السيرام وارمر. شايفين هذا رقم 128 مفروض انه يزيد، مفروض. طيب بس يصير انه الهيلث تبعهم اكثر. هون عاده لما تعمل حرب اللي عنده الرقم اعلى هو اللي بيفوز باختصار يعني. اوكي حنعمل governor level cap monthly influence. يس نزيد الانفلونس، هذا الانفلونس. ليكو صار 4 بالشهر. Our ships have been made superior. شكرا. هيو صار بدل 128 132.
هن كلهم ثلاث سفن بالاول، فالرقم هذا قليل اي نو بس بزبط. خلينا نعمل كورفيتس، خلينا نكبر الاسطول تبعنا. الاسطول تبعنا كل ما كان اكبر كل ما خافوا منا الايلينز الثانيين، تمام؟ حتى في منهم ممكن يستسلموا بدون حرب اذا كان اسطولك كثير كبير. بعدين بجوز يلزمنا الاسطول لحتى نعمل قصص. طيب حنعمل هون بيلد ستار بيس، حيلزمنا شويه الويز، فحنجي هون نشتري شويه الويز لانه ما بدي مستعجل، انا ما بدي انطر، وحنبعث للكونستراكتور لحتى تشتغل. دايمنشنال باكيت، اوكي لقينا دايمنشنال باكيت، اند ذن دخل الساينتست واختفى ورجع طلع بعد شوي، بعد كم دقيقه. اوكي عم يقول لك انه نص الكرو اختفى وهذا وكذا، بس الساينتست اخذ 200 اكسبيرينس وصار ليفل، وحتى ليكون ليفل 20 صار. سيتويشن هون في باتل لقينا كان في بهذا المكان كان في ساينز اوف باتل، فهون حنعمل ريسيرش بروجكتس. في انوماليز وفي بروجكتس، اوكي البروجكتس عاده تطلع نتيجه عن الانومالي يعني. ف بعرف ان غريب انه عاملينه كل وحده هيك، بس هيك قرروا ان شو بعرف اني مو انا اللي عامل الجيم. طيب دايمنشنال درفت، اوكي اجوا هذول الطاقم تبع السفينه العلميه رجعوا. اوكي فدخلوا بهذا الشيء، بعدين السفينه انقسمت نصين، النص الاول سوري السفينه صار منها نسخه وراحت اول نسخه وهلا الثاني. هيعطونا سفينه ساينس جديده، او بقول له لا هذا الشيء ما غير مقبول وما بعرف شو انتو، ولا إيه احنا ضدكم دبا لكم من انتم. هاجمونا ايوه. طيب هذا معناته حنرسل لهم الاسطول، هين نشتري ادميرال الاول، حنختار هذا اللي عنده شيب ابكيب حيرخص علينا اللي هو الابكيب تبع الشيبس، حنبعت الشيبس تبعونا لهون. هلا شغله كمان حلوه بهدول السفن، اذا تيجي هون في هدول الثلاث زرار شايفينهم، هذا الزر بخلينا اجريسيف. شو يعني؟ يعني بيحاربوا بيهاجموا ال construction complete، يمكن يكونوا هجوميين اكثر. طيب خلينا شوي نوطي السرعه، طبعا كبست بلس وماينس على الكيبورد لحتى اوطي او على السرعه. اوكي هلا هدول اجوا هون، طبعا لانهم اجريسيف حيدوروا على اقرب واحد ويهاجموا، بس انا حقول لهم لا تعوا هيك لا تدوروا ليكم. ساينس شيب، هذا الساينس شيب حوديه لهون يعمل سيرفي، هذا حيعمل بايننج ستيشن، هاي بلش نبني عليها بس حيلزمنا من هدول. نبني هون كوكب جديد، تفضل 80% حلو، ما في اي شيء سبيشال شايفه انا هون، فاين. نعمل فرسيتش، حلو فرسيتش، يلا فرسيتش فرسيتش. Special project complete. The team under has expedition returned to the ISS Zadermax. Sadly, the wrecked starship and the surface was too badly damaged to recover any user technology. This okay. اللي صار إنه صار عندنا experience. The scientist فالمفروض إنه levelه زاد. وأخذنا plus three هون. صار في plus three engineering فصار ممكن نستفيد منها هاي. Battle is joined. هلا المعارك بكل بساطة حييجوا يضربوا بعض ولحتى يخلصوا. ماشي عندك اللي هو إذا بتطلع هون في فوق الشيلدز وفي فوق الهيلث والأحمر الأرمر، فبس يخلص الأخضر خلص هو بيطلع برا. هيك دمرته، حقول له هاد ارجعوا على البيس اللي هي هاي ريتيرن. البيس تبعهم وين؟ تختاروا من هون returning to station. طبعا اذا في اكثر من ستيشن حتطلع هون ليست، تختار انه ستيشن يروح عليه، لانه مع الوقت ممكن تبني ستار بيسز اكثر ويصير عندك محطات اكثر. ما حتكفي وحده بس حاليا هي وحده. اوكي هاد حيرجع هون، حنعمل له ريسيرش ذا بروجكت ان ذس سيستم، لانه في هون الحطام السفن اللي دمرناها فينا نجي نستكشف شو كان فيها
ممكن يطلع لنا فيه علوم وهيك اشياء. اوكي طيب ايه تمام هيك شغالين. يلا يلا هون. هذا بيحول الاكل لالويز. عندنا اكل كثير حلو. خلينا لازمنا لحتى نكبر لازمنا نحط اشياء كثير. في شغلات بدي اعملها انا مثل الساينس وهذا، بس بدي اتوسع بسرعه فحيلزموني هدول. اوكي ايه، فعاده المباني هدول بتحول شغله لشغله، بتحول مثلا الكونسيومر جودز لانرجي، بتحول مدري شو لمدري شو وهكذا. اوكي هدوء. Anomaly found. Anomaly found 120. Fine. Research. Debris analyzed. Okay. لقينا هون Specialized Combat Computers 10%. Physical Research 100 point. و 40 point. شو يعني point؟ point يعني لما تيجي تحط على ال science هون وين هون؟ هاي technology. ال points بتنضاف هون بتصير تدفش العلم شو ما كان العلم اللي عم تستكشفه. Okay. ومرات ممكن تلاقي علم جديد انت لسه ما استكشفته فبيعطيك جزء منه. هلا حيبين معنى الشيء هذا قدام. رجع اعمل سيرفي هون وكمل لي هاي القصة. شوي شوي عم نكبر ونتطور. لحد هلا ما في اكشن لانه هاد، بس عم نتعلم كيف نبني الامبراطورية تبعنا. هاي البيسكس هاي استكشفها انت يعني حتلاقي انه حتتكرر كتير يعني. فبس تعلمنا هاي الشغلات بصير شغلة سهلة وبديهية جدا. Our science ship has been ambushed. حلو شو صار هون؟ لقينا إيليان. طلع لك وحش. شو هاي دودة؟ أخطبوط. لا حبار. صبيت على قولة المصريين. طيب الصبيت الفضائي. There are no ship hidden in the clouds. It rather docile alien life form. Despite its impressive size, the creature, which is Zada, have dubbed the space amoeba. Appears to be a juvenile. هذا صغير baby. Order a dissection. أخذها نحللها ولا نتبنى أو هلا فينا ناخده فينا ناخده نتبنى بصير سلاح بيقاتل معنا، أو فينا ناخده نشرحه بصير كل ما قتلنا أميبا ناخد 1000 انرجي. والله أنا بقول ناخده نتبنى. ليش؟ لا ما بدنا نتبنى. بلس يلا تشريح. System survey complete. Order the dissection. حلو هذا هون. ايه وجع. من هون هيك. بدنا باو. اوكي بدنا نجيب الجيش. طيب هلا هون صار في جيشين. ليش؟ لانه لما كنت عم ببني سحبتهم قبل ما يخلص البناء. فصار انقسم. اوكي هلا رجعت ضميتهم كلهم سوا وراح اجيب هاد. حلو هدول جايين. هذا رايح يعمل هاي. ايه شغالين. فينا نطلع ساينس شيب ثالث ما هيك؟ اظن لازم هنجي لهون نعمل ساينس شيب. واحد ولا اثنين؟ اثنين. خلينا ننتشر اكثر. construction complete. حلو هذا هون قالس وهذا حيروح يعمل حيلزمنا الويز. بس تعرف شو بده 18 ونحن بنعمل 12 بالشهر، فمن هون ليصل بكون مشي الحال. حلو هلا حنعمل هاي. حنعمل ريسيرش. وات از ذس؟ هاي كيف بتعملها؟ اظن هون ريسيرش برو. فبتعملها بالجيش. بعتنا الجيش شو يتصرف مع هذا الشيء. اوكي
Special project complete. شرحنا وطلع عندي علم جديد اسمه Regenerative Hull Tissue، لأنه هذا الحيوان لما تضربه بيرجع بيعمل هيل لحاله، فأعطاني هذا العلم صار فيني استعمله أنا بنفسي. كتير منيح. نعمل سيرفي هون، هدول رجعوهم على البيس. أوكي، لأنه دائما لما يكونوا عندي البيس في شيء. هلأ فرجيكم إياه، خلينا نكبس عليها هون. في عندك هدول المباني مثل لما تعمل بالكوكب، في هذا المبنى اللي هو الكرو كوارترز، هذا بيعطيك تخفيض على الأبكيب تبع السفن اللي واقفة هون. يعني كل سفينة بتكلفك شيء بالشهر، هذا بينزل لك هذا المبلغ. فنحن عم ندفع مبلغ معين، هذا بصير أرخص مشان الصيانة. يعني الصيانة بتصير The conquest of a new world has begun. أوكي، هذا هون ساينس شيب جديد، خلينا نحط فيه ليدر جديد. والليدر الجديد حيكون مين؟ كلهم تعبانين. تعا أنت، لا أنت، أنت رخيص. تعا أنت هون وعمل لي إكسكافيت سايت، خلينا نبلش الأركيولوجي. وأنت الثاني، نعمل واحد ثاني، حجيب هذا لهون. أوكي، فيني زكمة خفيفة. طيب هذا هون بيلد، توسع. اوكي، لقينا شيء اسمه رير كريستلز، هذول فينا نستعملهم فور انرجي ويبنز، بصير نستعمل فيهم نعمل ليزر. اوكي حلو، التنين اللي عنا شكله زعلان بده شيء. Our researchers observing sky dragon have reported loud creaking noises seemingly coming. حلو، جاع بده ياكل. نقول له نعمل له محل يقعد فيه، او نضرب عليه طلقه نقول له حل عنا، او نقول له تعا نعطيه مكان يقعد فيه ياكل. يس تعال كل، بس دفعنا انفلونس لحتى عملنا له محل على الكوكب ينزل ياكل فيه. حلو، حيزيد الاستابيليتي 10 فالناس لانه خايفه انه السكاي دراجون. هيعطينا 6 يونيتي بس هياكل 15 اكل، وبعد 15 سنه راح يخلص اكله ويطلع. هيقعد 15 سنة ياكل. Construction complete. طبعا هون عادي 15 سنة لولا شيء، انت بالفضاء و اللعبة ممكن لها تاخذ 200-300 سنة. طيب نعمل هون Construct. طبعا هاد الـ Empire Size هون شايفينه؟ هاد كل ما كبر كل ما صار أصعب انك تسيطر على الأمور. فرقمه 80 شو بيفيد؟ بتشوفه بعدين. ماشي، فهلا مبدئيا بس هذا مهم. الامباير سايز 80 بيأثر كمان بالويت، ثقل الامبراطوريه تبعك، خاصه لما تتعامل مع امبراطوريات ثانيه. طيب خلينا هلا، اوكي هلا عملنا ديفلكترز، نجيب شيء جديد. شايفين هذا ادمنستريتيف اي اي، هذا بسبب العلم اللي لقيناه بالسفينه اللي كسرناها تبعتنا، اللي هي مفروض انه تبعنا بس اجوا من ما بعرف من وين. طيب هذا خلص، حنعمل سيرفي هون. اخترت العلم اللي اخترته هو اللي بيعمل اوتوماتيك سيرفي، فبدل ما انا اختار كل مره اكبس 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 انه اللي يصير لحاله. شو سيستم سيرفي كومبليت، هون خلصنا السيرفي، حنجيب هاد لهون. بدنا نستكشف الأماكن ونشوف وين نروح next، يعني وين رايحين. طيب خلينا نشوف هذا شو عمل هون. لاحظوا هلأ مع الاسبيوناج صار عندنا information، صار عندنا معلومات أكثر. 36 صار رقم. طيب 35 انت للأسف، 36 ايه حيصير 36 بعدين. هذا قديش هنن تعاملهم معنا، فهنن حذرين suspicious ومع شك، يعني هي حذر مع شك. هون بيقول لك قديش الفليت باور، فالاسطول تبعهم تبع السفن مساوي للاسطول تبعنا بالقوة. العلم تبعهم نفس الشيء، والايكونومي بشكل عام قديش بيطلعوا انتاج قريب مننا كمان. فبشكل عام هن قراب مننا كثير، اللي هو مو مشكلة هلا حاليا مبدئيا، بس حيتغير هذا الشيء. طب هذول خلينا نقوي السفن تبعنا شوي، لانه عندنا العلم اللي هو الشيء.
صاروا 373. خلينا نجي على هاي. بلشنا بالأحزاب. عميل لك إنه إنشئ حزب جديد. هلأ حنشوفه. بس سواني. يعني نبني سفينة هون. لما تكبس هون حتلاقي صفحة الأحزاب. ماشي؟ حتيجي تطلع هذا الحزب اسمه Military Industrial Complex. هدول إذا بدك تقرأ Imperial Faction Desire Dominance Over Other Empires They Like Rivalries and Conquering Other Empires and Dislike Relying on Others. حلو. هدول حزب في 19 يونت أو 19 مليون خلينا نقول بوب بيسموهم بوب. هدول بيحبوا إنه نكون نحنا يعني مثل النازيين بدنا يانا نهاجم الباقيين. أوكي من الآخر وجود هذا الحزب عم يعطينا 5 يونتي. زعلانين إنه نحنا ما عم نعمل كونكويست ولا عنا أعداء ولا عنا شيء. ماشي فلازم نحاول إنه نكون حتى نرضيهم لازم نكون شوي هاد. حاليا هن ماشي حالهم لا 49% بس مبسوطين وعندهم 100% من الدعم من الشعب كله. ف 19 اللي هن عايشين بالامبراطوريه تبعنا اليوم كلهم معه او لا 19 سوري مو كلهم او ما بعرف هي كيف تنحسب بالضبط بس ليش 19 هون 35 anyway مو مشكله في 19 واحد من 35 باي هذا الحزب. المهم يعني نص الشعب اكثر من نص الشعب. طبعا هاي في حيصير في احزاب جديده حسب افكار الناس. اوكي حاليا هذا الحزب فيك تعمل شغله فيه هو انه فيك تدعمه او فيك تقول لا هذا الحزب بدنا نقمعه يعني ما بدنا اياه. anomaly found ايه عمل ريسيرش يلا نيكست. ال construction ship حتيجي هون. مهم لحد هون وصلنا مكان جيد فينا نكمل بعدين. خلينا نعمل upgrade لهاي مشان نكمل هاي مشان نورجيكم اللي هو ال ascension perks. المرة الجاي حيصير عنا ascension perk. مهم لحد هون أظن تمام. شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. بنكمل الجيم المرة الجاي. سلام.